السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. انا اسف جدا لو انت من متابعيني وان انت بتتفرج على الفيديو ده، فانا اسف لو انت مش فاهم اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم عن برنامج اسمه اكسل او مايكروسوفت اكسل. لو انت اول مره تسمع الكلمتين دولت او ما تعرفش حاجه عنهم، فانا اسف، فالفيديو ده مش ليك. الفيديو ده انا القناه بتاعتي او القناه بتاعتنا كلنا بتبقى قناه متنوعه، مش قناه ماشيه في دايركشن واحد او في اتجاه واحد. الاكسل ده برنامج حسابيا وبرنامج بنعمل عليه معادلات وبيساعد في الشغل. فانا حبيت ان انا كمحمد تحسين انا استفدت حاجه من الاكسل ده، فحبيت ان انا افيد الناس. فلو انت اول مره او انت اول مره تشوفني، فانا مش بتكلم عن الاكسل بس، انا بتكلم عن كذا حاجه. انا بتكلم عن الساعات، بتكلم عن الرياضه، بتكلم عن التخسيس، بتكلم عن المعلومات العامه، بتكلم عن كل حاجه. وبالنسبه لو انت من متابعيني، فانا اسف جدا والله. فانا حابب ان انا افيد الناس كلها، ما فيش ناس في اتجاه واحد بس. فانا حابب ان انا اللي انا العلم اللي انا بستفيده انا افيد بيه الناس. فاتمنى حضرتك اللي من متابعيني تكون فاهمني، والجديد لو انت حضرتك اول مره يعني تشوفني على يعني تشوفني كده في الفيديو، فانا اتمنى حضرتك تتابعني الفيديو ده. ان شاء الله ان شاء الله هوريك شويه حاجات كويسه جدا جدا في الاكسل، وهتغنيك عن كذا معادلات او كذا فانكشن هتفيدك كتير جدا. فاتمنى تتابعني. دلوقتي انت دلوقتي بتشوف الفي لوك اب والاتش لوك اب والماتش والاندكس، اندكس وماتش، في لوك اب، اكس في لوك اب، اتش لوك اب. الفي لوك اب اللي هو الفيرتيكال اللي هو بتمشي كده، الاتش لوك اب اللي هو هوريزونتال بتنزل تحت، الماتش والاندكس اللي انت لو انت مش عارف تجيبها بالفي لوك اب بتجيبها بالماتش والاندكس. هفهمك الفكره دي، او انت اكيد فاهمها، او لو انت مش فاهمها هفهمها لك. بص، الفي لوك اب او الهيد فيرتيكال، لما انت بتيجي تدور على حاجه معينه في وسط، انا على طول بسمي الفي لوك اب دي اللي انت بتدور على ابره في كوم قش. وليكن انت بتدور على اسم محمد، فلازم محمد اللي انت بتدور عليه ده لازم يبقى، لو بتدور عليه في جدول يبقى لازم اول الجدول على الشمال او على اليمين على حسب ما انت عامل البيج لاي اوت، او اللي انت عامل الاكسل على اليمين او على الشمال، ولكن نخليها على الشمال، ده الديفولت بتاع الناس كلها. انت بتدور على اسم محمد وبتدور على جدول كبير جدا، فلازم الجدول من الشمال يبتدي باسماء، ما ينفعش يبتدي بحروف او بارقام. فمحمد لازم تدور عليه في جدول اوله اسامي وتمشي من الشمال لليمين، يعني تمشي 1 2 3 4 5، وبعد كده تختار الكولوم، بعد كده تدوس زيرو او فولز على حسب كتف الكولوم او تقفل الكوس عشان تطلع لك النتيجه. اللي هو مثلا محمد عايز تعرف نتيجته قد ايه، بس في جدول كبير جدا مليان الاف الطلاب، فعايز تعرف نتيجه اسم محمد تحسين طالعه كام بالظبط. تمام. الاتش لوك اب اللي هو الهوريزونتال بتعمل اللي انت بتدور على اسم محمد، بس محمد ده تلاقيه مثلا بالعرض كده بس فوق، هوريزونتال في افقي ماشي كده، فبتبتدي تعمل اتش لوك اب. الماتش والاندكس بيغنيك عن الفي لوك اب. الفي لوك اب ان انت لما بتيجي تدور على محمد في الجدول ده، فلازم تبتدي من الجدول من الشمال وتخش يمين. طب افرض نتيجه محمد دي ورا، من يعني محمد ده نتيجته وراه مش قدامه، هتجيبها ازاي؟ فبتضطر تعمل اتش لوك اب، قصدي ماتش واندكس، اكس يعني ماتش واندكس. النهارده ده خبر صار وده فعلا فعلا حصري. النهارده انا جايب لك اللي هي فانكشن اسمها اكس لوك اب، وهتعرف تستخدمها على 2003، على اوفيس 2003، اوفيس اكسل 2003، 2007، 2010، 2013، 2016، 2019. تمام كده؟ تمام. انا بس بحاول انا افهمك كل حاجه في الموضوع ده. انا جايب لك ادنز او جايب لك اللي هي زي اكستنشن ان انت تضيفه عندك في الاكسل وهيفضل معاك فور ايفر، ان انت تقدر تستخدم الاكس لوك اب. الاكس لوك اب جايه من اسمها كده، اكس لوك اب. الاكس دي بتعرفك ان هي مجهول، مش في ومش اتش. يعني الاكس دي ممكن تستخدمها، الاكس ده حرف طبعا بيبقى يعني بيتعمل للمجهول في الرياضيات. الاكس يعني اللي انت ممكن تستخدمه كفي لوك اب وممكن تستخدمه كاتش لوك اب. وكمان لو انت بتستخدمه، لو انت بتستخدمه كفي لوك اب مش هتبتدي بقى من الشمال يمين، لا انت ممكن تدور ورا كمان، او كاتش لوك اب مش لازم تجيبه من تحت من فوق لتحت، لا ممكن تطلع لفوق كمان. وكمان في الاندكس والماتش، في الاندكس والماتش. من الاخر اكس لوك اب دي لغت كل الاربع معادلات دولت، الفي لوك اب، الاكس لوك، الفي لوك اب، الاتش لوك اب، الماتش والاندكس، لغت الاربع معادلات دي. طب ما تيجي اوريكم. بس قبل ما اوريكم، اتمنى حضرتك لو انت جديد اتمنى تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، وان شاء الله ان شاء الله هفيدك، وبعون الله بعون الله هتخرج من هنا فاهم كل حاجه. شكرا جدا ليكم، وتعالوا معايا ايه اوريكم الفيديو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اهو انا يعني هجيب لكم بس مثال بسيط جدا، يعني حاجة بسيطة جدا. دلوقتي احنا عايزين نستخدم، وليكن دي عايزين نستخدم VLOOKUP، تمام؟ VLOOKUP، تمام؟ عايزين نجيب دي الاسامي ودي الاكواد بتاعتها، فاحنا عايزين نجيب الكود، الكود بتاع ده. فهنيجي نعمل هنا ندوس يساوي VLOOKUP ونختارها بالتاب، وبعد كده هنعلم على الحاجة اللي احنا عايزين ندور بيها. وبعد كده هندور فين؟ هندور في العمود ده من A ل B، تمام؟ وهندور انت عايز اني نتيجة، عايزين النتيجة رقم 2 اللي هو اليوزر كود. وبعد كده نقول له احنا عايزين النتيجة بالظبط للفولز، وبعد كده ندوس تاب، وبعد كده نقفل الكوس وندوس انتر. فكده طلع لي الاكواد بتاعت كل واحد، تمام؟ اللي هو مثلا محمد فتحي، ده محمد فتحي اخره 004، الطيب الطيب اخره 014، وهكذا، تمام؟ طب دلوقتي بقى العكس، العكس ده اللي هو ايه؟ ان دي معانا الاكواد وعايزين نجيب الاسامي بتاعتها. فطبعا لو احنا عملنا كده نعمل ايه؟ فيعني الترديشنال اللي احنا كنا بنعمله، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي نجيب دي كوبي ونحطها هنا كده، دي الناس اللي هي كانت بتلخص يعني، ونيجي هنا نعمل في لوك اب برده وهكذا. طب افرض بقى انت مش عايز تعمل كده، انا عايز تعمل بقى على حاجه بقى على نظافه. هنضطر بقى ان احنا نعمل هنا ايه اللي هي اكس لوك اب. نيجي هنا بقى ندوس اكس لوك اب. اكس لوك اب دي بقى بتعمل ايه بقى؟ بص يا معلم، اولا انا ما عنديش حاجه هنا، لو دوست يساوي اكس لوك مفيش حاجه اسمها اكس لوك، مفيش هنا. فهنجيبها ازاي؟ هنجيبها، بص بقى، انا سايب لك حاجه اهي اللي هي دي، انا حطيتها على الديسكتوب دلوقتي، بس طبعا انت ممكن تشيلها في اي حته تبقى امان. يعني انا بقول انا بفكر ان انت، او انا برشح ان انت تسيبها في السي، وليكن انا هجيبها دلوقتي وهشيلها في السي عندي، تمام؟ هناخدها كده كات من على الديسكتوب ماي كمبيوتر السي، وهشيلها مثلا وليكن في البروجرام فايلز دي هنا، كونتينيو، هسيبها هنا في البروجرام فايلز، وبعد كده اروح قافل دي واروح اعملها كده. طب عايز اجيب الاكس لوك اب دي، انا سايب لكم الشيت ده يا جماعه، الشيت ده في الديسكريبشن، وسايبها لكم في موقع يعني تحميل مباشر على طول، تنزلها على طول عندك. فعشان نجيب الاكس لوك اب نجيبها ازاي؟ هنروح جايين هنا في فايل اوبشنز ادنز، اهي ادنز، جو ادنز اهي، وبعد كده ندوس براوز، وهنروح على المكان اللي هي كانت متشاله فيه اللي هو في السي في البروجرام فايل 86 دي، وبعد كده نستارت خالص اهي اكس لوك اب تحت اهي، وبعد كده اتفعلت اهي وندوس اوكي، سيبها كده. بعد كده ايه كده نزلت. لما نيجي بقى نعمل هنا نعملها ازاي؟ ندوس يساوي اكس لوك، ابتدت تظهر اهي اكس لوك اب، ندوس عليها كليكين. انت عايز تدور بايه؟ عايز تدور بدي، تدور دي بقى موجوده فين؟ اللي هي ال 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 الفاليو دي موجوده فين؟ هنعمل كده بعد كده كوما، موجوده في ده، موجوده في الكولوم بي. طب انت عايز تطلع انهي نتيجه؟ على كده ندوس على كولوم تاني. طب انت عايز تطلع انهي نتيجه اللي هي ريتيرن اراي؟ نجيب بقى دي اللي هي الكولوم A، بعد كده نروح قافلين الكوس، دوس انتر، جاب لك مايكل ماهر اهو، مايكل ماهر يعني مثلا اخره 033 033 اهو، مين النبيل 030 030 اهو، شادي سعيد، وهكذا. دي الاكس لوك اب، دي الفيوتشر يا جماعه، دي المستقبل. الاكس لوك اب دي المستقبل، دي بقى بتلغي الفي لوك اب، بتلغي الاكس ماتش والماتش والاندكس، وبتلغي الاتش لوك اب. بس كده كل انا اقدر اقوله ان الفي لوك اب، الاكس لوك اب دي يا جماعه ده المستقبل، ودي حاجه لازم تتعلمها، وانا كمان جبتها لكم في اكسل شيت. كل انت هتضيفه هتضيفه بس عندك في الاكسل، في الاكسل وخلاص. يعني انت لو قفلت دي كده، قفلت دي كده وفتحتها تاني، تمام؟ هنفتح انا اكسل 2010 عشان هي اساسا الاكس لوك اب دي موجوده اساسا في 365. دوس يساوي اكس لوك، ابتدت تظهر كده خلاص. انا ده كل اللي اقدر اقوله لكم، وان شاء الله ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى حضرتكم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، شكرا جدا ليكم. بعد طبعا ما شفت الفيديو وبعد ما استفدت، اتمنى حضرتك ما تنساش تشترك معايا في القناة وتعمل لايك للفيديو، واتمنى لو ليك اصدقائك في الاكسل والمحاسبات والكلام ده، اتمنى تفيدهم بالادنز دي او اللي هي الاكستنشن اللي بيتضاف في الاكسل ده، صدقني هيفيدك كتير قوي، هيفيدهم كتير قوي هم كمان، اكيد هم بيعانوا علشان هم يعني اكيد بيعانوا مع الفي لوك اب او الاتش لوك اب او اي حاجة من دول.
فاتمنى انا اول ما عرفتها والله ما استنيت وحاولت ان انا ارفعها لك على طول. فاتمنى حضرتك ما تنساش تشترك في الفيديو وتعمل لايك للفيديو بس، ولو قدرت تشاركه يبقى كتر خيرك قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. اه صح، انا احنا ما بنتكلمش عن اكسل بس، احنا بنتكلم عن المعلومات العامه، بنتكلم عن تخصيص، بنتكلم عن كل شيء. فشكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناه الشرشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.